والزوج ما يعرفش دون عين المحنه هاي. يا ترى الزوج الرد فعله ايه؟ ولا تعيش ولا عيش، وراح مسك السكينه وراح دبحها. اهلا بكم، اهلا بكل مشاهدي قناه ساعه مع حنفي، قناه خصصناها بالكامل لعالم الجريمه، لكن بنقدم النصيحه بنقدم العظه، واهم درس بنحرص عليه ان احنا لازم نتعلم من اخطاء غيرنا. تعال نشوف الجريمه دي اللي حصلت في دار السلام القاهره. يا جماعه دايما بنكرر ونقول ربنا لما شرع الجواز قال موده ورحمه. طب امتى الزوج بيكون حريص على بيته اكتر من زوجته؟ اللي احنا بنشوفه في الايام دي ان الزوج هو اللي بيكون حريص على بيته واولاده اكتر من زوجته، بدليل قضية الخلع لما تروح محكمة الاسرة تشوف ستات طوابير علشان تخلع جوزها. طب يا بنت الحلال ما فكرتيش في بيتك، في اللقب اللي بتاخديه مطلقة، تف ولادك، تف البيت اللي هينهار. الزوج قبل ما بيطلق بياخد القرار بعد تفكير عميق، لكن الزوجة انفعالاتها بتخليها تروح المحكمة في الخلع في ثانية. تعالوا نشوف القضية دي اللي حصلت في دار السلام. زوج وزوجة عايشين مع بعضهم في أمانة الله، في خلافات من وقت للتاني، لأن أي علاقة زوجية لازم من وقت للتاني تحصل مناوشات وخلافات، ده شيء طبيعي يعني، ما فيهوش يعني ما فيش حياة زوجية كلها عسل، لازم شوية عسل وميت شوية بصل. ما هو لو الدنيا كل زوج وزوجة عايشين في سعادة ما كانش يبقى في حاجة اسمها تعاسة، لكن لازم شوية سعادة على شوية تعاسة علشان الاتنين لما يزعلوا يرجعوا يتصالحوا، يخرجوا يتفسحوا، يقوموا علاقة، تبقى الدنيا حلو. اللي حصل بقى زوج وزوجة عايشين في أمانة الله مع بعضهم، عشان نعرف بس إن كيدهن عظيم ومكر النساء يتفوق على دهاء الشيطان. الزوج قاعد في بيته مع زوجته في أمانة الله، وفوجئ إن مراته كسبت قضية خلع عليه. ده عايشة معايا، ده احنا واكلين شاربين نايمين مع بعض، ده في بيت واحد، زوجته راحت رفعت عليه قضية خلع، كانت بتستلم هي الإنذارات والإعلانات بتاع القضية. الرئيس المحكمة لما الزوج ما راحش ولا جاب محامي ولا القضاء أمر بخلع، بالخلع، الزوجة اتطلقت من جوزها في دعوة خلع، والزوج ما يعرفش دون عين المحن هاي، وفوجئ إن الزوجة بتقول له أنا خلعتك في المحكمة وكسبت القضية وأنا حاضنة وولادي معايا وأنا قاعدة في شقتي، اتفضل أنت بره. تخيلوا الزوج لما يعرف، زي بالظبط الست اللي بترفع على جوزها القايمه وهي قاعده معاه في الشقه، القانون كده، القايمه من حقها في اي وقت تطلبها حتى وهي على ذمته ونايمه على سريره، تبقى نايمه معاه واكلين عيش وملح وقايمه بعلاقه معاه كمان، ويفاجئ الزوج ان مراته رافع عليه قضيه قايمه. طب انت قاعده ونايمه وواكله وشاربه على قايمتك ولبسك وفرشك وكله، تقول لا ده بتاعي مش مرغوب، ملوش دعوه. نفس النظام الزوجه عملته في الخلع، بس الخلع لازم يكون بمعرفة الزوج، لكن هي قدرت بمكرها ودهائها ان هي ترفع القضية وعلى الاعلان بتاع الزوج، والزوج عشان في الشغل هي اللي كانت بتستلم الاعلانات، والزوج اخر ما يعلم، اخر من يعلم، وفي الاخر المحكمة امرت بخلع او بخلع الزوجة من زوجها. الزوج اول ما عرف هيتجنن، طب ليه؟ طب ليه ما عرفتنيش ليه؟ طب كنا قعدنا، طب كنا حكينا، طب كنا جبنا ناس من عندك وناس من عندي وكان حكموا بينا، ليه بتطلعيني قدام الناس ان انا مخلوع؟ لان في رجاله ما تقبلش على نفسها كلمه مراته خلعته، عيبه. في ناس شايفاها كده رغم ده قانون. طب يا ستي لو كنت قلتي لي وصممتي انا كنت طلقتك، بس اسمها انا طلقتك، مش تقفي قدام الناس وتقولي انا خلعته. يا ترى الزوج الرد فعله ايه؟ تعال نشوف رد فعل الزوج لما عرف ومراته قالت له انا خلعتك والمحكمة انا كسبت القضية ومعايا الحكم بالخلع. يا ترى رد فعل الزوج كان ايه؟
تعالوا اقول لكم بس بعد ما ادعوكم للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي، تفعيل الجرس ليصلكم الاشعار وقت ازالة الحلقة. الزوج فقد عقله تماما بسرعة. انت خلحتني، انت ضحكت عليا، انا مش راجل، بتضحك عليا مراتي. قالت له انا مش مراتك، انا معايا حكم محكمة اهو كسبته، انا خلحتك. جري على المطبخ، قال لها لا تخلعيني ولا اخلعك ولا تعيش ولا اعيش، وراح مسك السكينة وراح دبحها. بعد كده قال لك هعيش ليه، مراتي وانا قتلتها والمحكمة هتحكم عليها بالسجن ولا بالاعدام، يبقى هعيش ليه. من الدور التاسع في العمارة اللي ساكن فيها رمى نفسه من البلكون. الناس فوجئوا مرة واحدة بهب هبد على الأرض. مين الراجل رمى نفسه من تاسع دور ليه؟ قال لك مراتي استغفلتني ورفعت قضية خلع من غير ما تقولي وبدون علمي وكسبتها، يبقى أنا مش راجل، أموتها وأموت نفسي. طيب إيه اللي وصل الزوج لكده؟ طب ليه الخديعة والمكر؟ طب ما تخلعيه بنت الحلال، تقضي عيالك وتروح عند بيت امك وابوك وتخلعيه، لكن تبقى عايشه معاه وتخلعيه وانت اللي تستلم الانذارات. الزوج حس بالخديعه، حس ان هي مراته ضحكت عليه انه عيل وخروف وملوش اي قيمه عندها، وانه ملوش هيبه ولا خوف ولا عامله له حسابه ولا عامله راجل، فاض بيه، دبحها ورمى نفسه من الدور التاسع. طب دي علاقة زوجية؟ طب ده هو او هي دي المودة والرحمة اللي ربنا قال عليها؟ هو فيها يا جماعة، احنا ليه وصلنا بالبشاعة دي بيننا وبين بعضين، بين اتنين واكلين شاربين نايمين مع بعض؟ ليه الزوجة بتعمل كده بزوجها؟ ورد فعل الزوج انتوا رأيكم فيه ايه؟ اكتبولي في الكومنتات، علقوا قولولي هل الزوج كان عنده حق؟ احنا ضد الجريمة، لكن احيانا الواحد لما بيفيض بيه وعقله ما يقدرش يتحكم في تصرفاته. الواحد يقول لك الراجل فاض بيه، مراته ضحكت عليه واكله وعايشه ونايمه معاه، وفي الاخر يفاجئ بصدور حكم خلع عليه. طب ليه؟ ولو على الشقه وعلى اولاده وعلى كله، انت بحكم القانون حتى بعد الخلع هتاخديهم. تقول لك لا، ما انا لو رحت عند بيت ابويا الاعلانات هتجيله على عنوان، انا لازم اكون موجوده في الشقه عشان انا اللي استلم العناوين. يا ستي، هو في محكمة واحدة بتقول مش هعيش مع جوزها غيره وبتخلعه؟ ما المحكمة بتحكم بالخلع على طول، ما دام الست بتقف قدام القاضي وبتقول لك أخاف أن لا أقيم حدود الله، مش قادر أعيش معاه يا سيادة القاضي، بكرهه يا سيادة القاضي، مش طايقاه. فالقاضي بيحكم بالخلع، مش هيعيش القضاء، مش هيعيش واحدة غصب عنها مع جوزها. لكن للأسف إحنا ما بنعرفش يعني علاقة زوجية، نعرفش غير الخديعة والمكر والدهاء، والنتيجة هو الزوج دبحها ورمى نفسه من الدور التاسع. هنقول ايه؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. أشكركم.